افتكر كنت مره بلعب جيم، فكان التوب لين اللي معانا بيتخانق مع الجانجلر عشان ما كانش راضي يجانك وحاجات كده. فالتوب لين بيقول له اي هوب يور اول فاميلي داي، فالجانجل قال له ماي فاميلي اوريدي ديد، التوب لين قال له نايس اي هوب يو نيكست. انت فاهم؟ اقل لعيب توكسيك في ليج اوف ليجند. بص اللعبه دي يعني هي مش لعبه، هي عارف انت فخ شيطاني ابليسي كده موجود في على الانترنت، وانا ما كنتش عايز اعمل الفيديو ده والله، بس انا يعني عارف اللي شجعني اعمله حاجه. ليج اوف ليجند اللعبه الوحيده في التاريخ اللي لو انت شتمتها اللعيبه بتوعها مش هيدافعوا عن اللعبه، بالعكس هيشتموها معاك. يعني انت فاهم اللعبه ليها فانز بس ملهاش محبين، يعني محدش بيحب اللعبه دي. انت فعلا يعني مثلا اقول لك على حاجه، لو مثلا جيت شتمت في باتل فيلد، في ببجي، في كول اوف ديوتي، في فورتنايت، في مش عارف، هتلاقي الفانزات بتوع اللعبه بيدافعوا عنها ولا او ازاي وبتاع. ليج اوف ليجند لا، ليج اوف ليجند لو انت شتمت اللعبه هتلاقي اللعيب بتاعك اللي بيلعبها فرحان بيك. انت فاهم؟ ولو انت بقى يعني دي حاجه برضو معلومه للناس اللي ما تسمعش عن اللعبه وما تعرفهاش، لعيبه ليج اوف ليجند لما بيلاقوا واحد بطل يلعب اللعبه او ساب اللعبه بيفرحوا بيه جدا، بيبقوا فخورين بيه، يعني بيتباهوا بيه اللي هو صاحبنا بطل، عرف قدر يبطل ليجو يلعب ليج اوف ليجند. انت فاهم؟ اللعبه يا اسطى يعني عارف انت اسوأ من المخدرات، اسوأ من السجاير، اسوأ من اي حاجه. انت فاهم؟ نوع ادمان كده ما بيتغلغل بيخش في حياتك بيدمرها. انت فاهم؟ انت كفايه بقى ده كمان واحد، مجرد ما بتحمل اللعبه انت خلاص انت حياتك كده جي جي. انت يعني حتى شوف حتى في طريقه كلامك، يعني بتاثر حتى في طريقه الكلام اللي هو وانت في نص الكلام كده تقول جي جي اف اف مش ايزي حاجات كده. انت فاهم؟ بتغير من نفسيتك، بتغير من شخصيتك، بتبقى انت يعني بتجيب لك اكتئاب نفسي، بتجيب لك توحد، انطوائيه، بتبقى توكسيك فشخ. يعني بقول لك لسه يعني ده 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 حته التوكسيك دي يعني دي ليها ممكن نعمل عليها فيديو لوحده. لعيب ليج اوف ليجند ما تهركش معاه، يعني ما تهزرش مع ده بيبقى لعيب غشيم. هو مش عيب فيه، يعني مش عيب في الشخص، هي اللعبه بتخليه كده. انت فاهم؟ يعني ما اقول لك على حاجه، في حاجه في اللعبه اسمها كانون. الكانون ده انت بيبقى مينيون كده بيديك جولد زياده يعني عن المينيونز التانيه، من الحاجات اللي انت بتفرمها يعني وكده. انا عايزك بس تجرب، يعني جرب، بص ان شاء الله تحمل اللعبه مخصوص وتعمل الحركه دي. جرب خد الكانون من اللينر اللي واقف، انا عارف هي حركه بيكسة بس يعني اجرب. ان ما قعدش طول حياته يدور على عنوان بيتك عشان يجي ينتقم منك، انت هتفضل طول حياتك مستهدف على الكانون ده. يعني ممكن ياخد بطاره من ابنك مثلا لما تخلف مثلا وتعجز ويبقى عندك 70 سنه، يجي لك شيخ كده عجوز برضه في سنك كده وينتقم من ابنك. انت فاهم؟ يقول لك فاكر لما خدت مني الكانون من 40 سنه. انت فاهم؟ فالموضوع صعب. ليج اوف ليجند لعبه صعبه جدا 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 بصراحه. هتقولي طب يعني كل الكلام ده جميل، بس يعني اللعبه بذنبها ايه؟ ما دي اخطاء لعيبه او يعني تصرفات لاعبين. هقول لك لا، بص، اولا ليج اوف ليجند اول لما تحملها انت هتتغفل في كذا حاجه. اول حاجه هتتغفل في موضوع الشامبيونات، يعني المفروض انت هيقابلك مثلا حاجه اسمها تانكات. التانكات دول دورهم ان هو يستحمل ضرب بس، ما يعني يستحمل دامج بس ما يطلعش دامج. الكلام ده مش صح. التانك في اللعبه هو اقوى كائن في ليج اوف ليجند فعليا، يعني هو بيستحمل دامج وبيطلع دامج. اكتر واحد بيستحمل دامج واكتر واحد بيطلع دامج، الاثنين. انت فاهم؟ عندك الفايتر ده المفروض ان هو ما بيبقاش تانك وبيطلع دامج زياده شويه، لا هو بيطلع دامج غبي فشخ وبيستحمل دامج غبي فشخ، الاثنين يعني. انت فاهم برضه؟ فانت بتتغفل. الاي دي سي ده اكبر كدبه في اللعبه فعليا. ليه؟ لان الاول خلينا اكلمك على السبورت، سيبك من الاي دي سي. السبورت ده المفروض ان هو بيساعد الاي دي سي ان هو يبقى قوي. الاي دي سي ده اللي هو الاتاك دامج كاري، اللي هو اللي بيكاري الجيم اصلا، اللي هو الدامج بتاع الفريق. هو طبعا ولا دامج الفريق ولا نيله، هو ما يعني فاهم ما بيعملش حاجه. ليه بقى ما بيعملش حاجه؟ لان هو بينزل معاه سبورت، من ضمن السبورتات واحده اسمها لوكس. لوكس دي اقوى تشامبيون في الجيم. فكك من اللي يقول لك لا دي لوكس دي سهله وبنجيبها بسهوله وبنموتها بس، مفيش الكلام ده. انا ماليش، ده انت راجل بقى تشالنجر وبالنسبه لك لوكس تشامبيون لو ايلو ده قصه تانية. انت انا بتكلم في الناس الطبيعيه اللي زينا كده، الايلو العادي. انت فاهم؟ لوكس يا اسطى اقوى تشامبيون في الجيم، بتطلع الالتا بتاعتها 10 ثواني او 15 ثانيه، بتطلع دامج مش عارف بتجيبه منين، وهي سبورت ومن غير فارم ومن غير حاجه. انت فاهم؟ واكتر لعلمك اكتر واحد بيكره لوكس ده الاي دي سي. يعني انت لو من اي دي سي وبتحب لوكس، انا مش عارف انت بتلعب اي دي سي ازاي. انسى الاي دي سي يا اسطى، دوره يعني بيفضل بص يعني لازم يبقى جومايوشي. جومايوشي ده اللي هو الاي دي سي بتاع فيكر.
انت فاهم، بيفضل يعمل تحاليل وابحاث كده في التيم فايت، يعني يخش منين ويقف فين، والانمي تيم ضرب سكيلاته ولا لا، والسكيلات الانجيج ومش الانجيج، كل ده عشان يطلع شويه دامج كده خفيفين ويجيب له كلايه ولا حاجه. بعد ما يعمل كل ده تيجي لوكس بي ولا بي كيو ولا ولا زايره ولا براند ولا بتاع يجيب بنتك. انت بتقفل الباب ليه يا معلم؟ انت فاهم، والاي دي سي ما يفضل 06 زي ما هو، انت فاهمني. في حياه الاي دي سي فعلا في اللعبه دي صعبه جدا. يعني ناهيك بقى ان المفروض السبورت بيحمي الاي دي سي، مفيش الكلام ده، بيسيبه يمشي ويسيبه يجري كده في اللين لوحده، ويجي بقى بص اللي رايح واللي جاي يلطش في الاي دي سي ده. يعني ممكن مثلا ممكن وانت بتتفرج على الفيديو كده انت مش فاتح ليج اوف ليجند اصلا، تموت لك اي دي سي بالغلط كده ولا حاجه. فده عارف انت محدش عامل له حساب، يعني لو انت من اي دي سي كان الله في العون يا صاحبي. ناهيك بقى الميد لين، الميد لين ده حلو قوي لان ده بيبقى فيه ميدج، زي ما قلنا الميدج عامه بيبقى اقوى كائنات في اللعبه لان لوكس من ضمنهم، انت فاهم. وعندك الاسيسنز، الاسيسنز دوره ان هو يموت الاي دي سي. انا شايف الرول الاسيسن ده ملوش لازمه، انا عارف ان ده هيضايق الناس كتير. هو على فكره هو لعيب الاسيسن ده بيبقى لعيب جامد، يعني اللي بيلعب بزد واكالي وكاتارينا وبتاع بيبقى جامدين معاهم ميكانكس وبتاع، بس ملهمش لازمه. قول لي ليه؟ لان هو دوره ان هو يموت الاي دي سي. طب ما اي حد في اللعبه ممكن يموت الاي دي سي، يعني اي حد مش في اللعبه حتى ممكن يموت الاي دي سي. يعني واحد ممكن بيلعب في فورتنايت تلاقيه يموت اي دي سي في ليج اوف ليجند عادي، يعني مش انت ما بتعملش حاجه مميزه يا اسطى بصراحه. انت فاهمني، دي حاجه. عندك بقى الجانجلر، الجانجلر ده انا مسميه الظالم والمظلوم الاثنين، انت فاهم ليه بقى؟ لان هو بيبقى ظالم ان هو بص الجانجلر ده بينزل معاك في الجيم شارب جميع انواع الخمره، جميع انواع المخدرات، عامل ميكس كده كوكتيل، انت فاهم، وفاتح الجيم وبيلعب. اللي درجه في ناس فعلا يقول لك ايه اي ام درانك، يعني في بيكتبها لك في الشات يقول لك اي ام درانك حرفيا. انت فاهم، مفيش ماب، مفيش ميني ماب، مفيش اوبجكتيف، يعني هو لازق ورق اساسا على الحته اللي بيبقى فيها الميني ماب وطافي الشاشه، يعني هو بيلعب والشاشه ما في مطفيه اصلا. فانت بقى، انت بقى كتيم او انت كواحد بيلعب معاه لينر ولا بتاع، انت بقى اتعمل لك جانك، وكسبت الجيم، كاريت الجيم، خسرت الجيم، الانمي تيم جالك في البيت عندك بيهددك، هو ملوش دعوه، قاعد بياخد في البلو باف والحاجه بتاعته، ما انت عايش حياتك بقى، انت كسبت والله جدع، خسرت سكيل ايشو، انت فاهم، ملوش دعوه بحاجه. بس في نفس الوقت بيبقى مظلوم لسبب، لان ساعات اللينر يعني انت تعمل مثلا كواحد بتلعب ميد لين او توب او بتاع، اتعمل لك جانك، اتعمل لك كامب ولا بتاع، مش خلاص يعني افهم بقى، يعني غير ستايل لعبك، ده الطبيعي، انت فاهم. لا يقول لك ريبورت جانجل، جانجل ديف، ما جانجل ديف ايه، ما انت قاعد في حضن البيز بتاعت الانمي، نعمل لك ايه؟ انت فاهم، يقول لك جانج ريبورت جانجل، اشهر كلمه هي ريبورت جانجل. فده اكتر عامه اكتر لعيب مظلوم في الليله دي. طب الرانكات بقى في اللعبه عباره عن ايه؟ بص، موضوع الرانك ده بيبقى معقد شويه. ليه؟ لان انت كواحد عايز تطلع في الرانك في ليج اوف ليجند، انت اولا لازم تقعد تعمل في ابحاث لسنين ازاي تطلع في الرانك، وتشوف 500 مليون فيديو، انت فاهم، ولازم تعدي شويه صعوبات كده في اللعبه. الصعوبات دي عباره عن ايه؟ اولا انت اول لما تفتح رانك كده في السولو كيو هيجي لك لعيب ليفل 30 بيلعب بإيريليا، معهوش ماستري بإيريليا، لسه ماستري 1، يعني لسه فيرست تايم إيريليا حرفيا على الاكونت. فانت هتقول ده نوب، ده ما بيعرفش يلعب، ده هيجيب ليفل 6 هتلاقيه معاه 15 كلايه ولا حاجه، بكلمك جد، يعني ده هتلاقيه، يعني فاهم، هتلاقيه بيجيب بنت كل من البيز، هتلاقي نازل لك بإيريليا، بياسو، بكاتارينا. ياسو ده حوار لوحده، ده قصه لوحده، انت فاهم، مش هنخش فيها. فهتلاقيه بيلعب بحاجات تشامبيونات صعبه فشخ، ليسن، حاجات كده، وميكانكس رهيبه بقى، وهو الواد ليفل 30 واول مره يلعب بالتشامبيون على الاكونت، انت فاهم. معرفش ده بقى ايه، مش عارف، ده مش عايز اظلمه، هل هو سميرف ولا هو مولود من بطن امه موهوب في محترف في ليج اوف ليجند، انا معرفش، انت فاهم، بس مش عايزين نظلمه. يعني انا مشكلتي مش في ده، انا مشكلتي في انا بسميه اللعيب الخنزير، اللي هو مين بقى؟ معلش مع احترامي، يعني لو انت من الناس دي يا عم انت فوق دماغي، بس انا بتضايق بصراحه من الحاجات دي. انت ليه بتلعب اوف ميتا بيك؟ يعني ايه اللي يخليك تلعب كايسا جانجل؟ قول لي، يعني فهمني، ايه اللي يخليك تلعب بكايسا جانجل؟ بتلعب بازر الميد ليه؟ قول لي، يعني ايه ليسن سبورت؟ يعني فهماني، يعني ايه يعني ايه اوريليان سول توب؟ عايز اوريليان سول توب ازاي يعني؟ وازير توب بناء عن ايه بتلعب بازير توب؟ فيكر حضرتك، فيكر انا مش لما انت فيكر بتلعب معانا في برونز ليه؟ مش فاهم، نازل لي انا ليه؟ مش فاهم، ما تطلع في دايموند ولا تلعب مع بازير توب، انت تعبني انا معاك ليه؟
فاهمني؟ حاجات كده تلاقيه مثلا بيلعب بإزر الميد مش عارف سايون اي دي سي، حاجات غريبه. سيبك بقى من كل القصه دي، عندك بقى اللعيب اللي هو ايه اللي هو فاكر ان لو لعب بتشامبيون عادي دي حاجه عيب، يعني ازاي يلعب مثلا بداريوس وجارين وفولي بير، ولا ازاي لازم يلعب بياسو بازير بزد باكالي بكاتارينا بليسن، يعني فاهم؟ وهو اساسا يعني في تشامبيونات تانية ممكن تقدم معاك الغرض ده احسن من دول بكتير، انت فاهم؟ ويا صاحبي بالله عليك، بالله عليك يا اسطى، يعني ابوس دماغك. بص ما بالعقل كده بالمنطق، التيم بتاعك جايب كلتين انت فاهم، وانت معاك اسيست فاهمني، وتيم الانمي معاه 40 كلايه ومعاه كل الاوبجكتيفز او معاه 2 3 دريك مثلا، وانت مجرد ما بتخرج من البيز بتتوان شوت، فلما نعمل سرندر معلش تعال على نفسك دوس يس يس، يعني مش هتكسب والله والله، يعني انا ببقى عايز اكسبك والله، بس انت مش هنعرف انت فاهم، ما فيهاش انت فاهمني، فدوس دوس يس، يعني ما تعذبنيش معاك 30 و40 دقيقه عشان انت في امل ان انت ممكن تكاري الجيم. انا عارف والله ان دي ضد نصايح الهاي ايلو، ويقول لك نيفر جيف اب وبتاع مش عارف ايه، بس صدقني ما بنكسبش في الاخر، يعني انا جربت الموضوع ده كذا مره ما بنكسبش، خلي بالك انت فاهمني، فاعمل سرندر وابدا جيم جديد عشان ما تضيعش وقتنا ووقتك انت فاهم. فوالله بص انا مش بجد بقى، يعني الفيديو اولا يعني من اوله لاخره هزار، وانت اكيد مترجم الحته دي، ولكن انا مش ضد والله ان انت تحترف اللعبه وتحترف التشامبيون وبتاع، بس يعني فاهم بالعقل، كله بالعقل حلو انت فاهمني. والعب بتنكات يا اسطى، التنكات والله بتكسبك الجيم، وبان لوكس اسمع مني، بان لوكس سيبك من بتوع الهاي الو بيقول لك لوكس لا دي سهله وبنموتها بسهوله وبتاع، اسمع ما تسمعش الكلام ده، ده تخفيله، بان لوكس يا صاحبي، والعب بتنك براموس ولا مالفايت ولا سايون ولا الحاجات دي، فولي بير جامد فشخ برضو. وبس يعني الفيديو هزار يا جدعان، يعني ما تاخدهاش بحساسيه، الفيديو احنا بنضحك فيه، وكالعاده زي ما بقولها في كل فيديو، مشاهدتك يا صاحبي للفيديو كون ان انت اديتني من وقتك 10 ولا 12 دقيقه فدي حاجه بالنسبه لي كبيره فشخ، وان انت تشترك في القناه وتعمل لايك على الفيديو او تكتب لي كومنت حلو والله ده بيشجعني وبيديني دفعه كبيره جدا ان انا بعمله نوعا ما مقبول عند الناس. وبقول لي برضو رايكم في الصوت، الناس اللي في ناس في الفيديوهات القديمه قالت لي الصوت كان مش حلو، فعلا انا سمعت بصراحه الفيديوهات بتاعتي اللي قبل كده الصوت انا وداني نزفت، جبت دم من وداني، فالله يكون في عون الناس اللي اتفرجت على الفيديوهات القديمه. وبس يا رجاله يعني اشوفكم الفيديو الجاي، وسلام عليكم.